السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مصطلح في الـ ISO 19052 الجزء الأول اللي هو Delivery Team، هو عبارة عن فريق تسليم، ممكن يكون شخص أو شركة أو فريق معين أو فريق من مكون من أكتر من شركة. المهم إن هو مسؤول إن هو يسلم لنا حاجة في نهاية المشروع، والحجم بتاع الـ Delivery Team دوت ممكن يحدد في الأول خالص أو بيحدد أثناء المشروع، بيتطور حسب تطور المشروع وحسب المرحلة اللي احنا فيها.